ان شاء الله تكونوا بخير في الجو البرد ده يا رب. هنعمل دلوقتي سلطة الجبنة بالجرجير. هنعمل سلطة الجبنة بالجرجير حاجة كده في دقيقة، هنعملها طبق جميل جدا، وهنعمله هنقدمه مع اي عيش عندك، اي توست، اي عيش فينو، اي مكعبات عيش، اي عيش بلدي شامي، اي حاجة. بس انا هديكوا الفكره علشان كتير مننا ما بياكلش الجرجير، وتحديدا الولاد الصغيرين. الجرجير ده مليان عناصر غذائيه لفوق في السماء، فهنعمله لهم بطريقه مش هيعرفوا ان فيها جرجير خالص. نبدا على بركه الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بس الاول بفكركم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان ان شاء الله يوصل لكم كل حاجه جديده. بصوا، اي نوع جبنه عندكم استخدموه، جبنه معلبات، جبنه بيضه براميلي، جبنه بيضه فلفل، جبنه ثلاجه، اي نوع جبنه تقدري تستخدميه ما فيهوش اي مشكله. مش بايدك بنوع جبنه معين، جبنه قريش اوكي، اللي انت عايزاه استخدميه. اول حاجه انا هعمل ايه، انا هفضي الجبنه بتاعتي هنا في الكبه بتاعتي او القطاعه بتاعتي. انا فضيت علبه الجبنه او اي جبنه عندي. هعمل ايه بقى، هاخد الجرجير بتاعي كده اهو واحطه معاها. وعلى فكره احنا ممكن نعملها بورق السبانخ، ممكن نعمله بورق اللفت، ممكن نعمله باي حاجه، اي ورق اخضر. ان شاء الله الفتره ديت، الفتره اللي احنا فيها او الفتره الجايه دي بامر الله، هعمل لكم حاجات من دي كتيره جدا، علشان الورق الاخضر ده عندنا في معظم البيوت يعني بيبقى معدوم تماما. هنعمل افكار جديدة خالص بحيث ان ولادنا تاكل كل حاجة ربنا خلقها نعمة وجميلة جدا. هحط بقى هنا شوية زيت زيتون على الجبنة بتاعتي ماشي، واضرب الجبنة مع الجرجير يدوب ضربتين كده زي ما اتفقنا نعملها، ممكن بورق السبانخ هتبقى اجمل واجمل، باي حاجة خضراء عندنا هحط كده فيها واضربها وارجع لكم تاني. اهي قبل ما نفضيها هنيجي نشوف هنعمل مكعبات التوست، هندخلها الميكروويف عشان تبقى مقرمشة معانا وجميلة. هقطع التوست بتاعي عندي كده اهو بالطول او بالعرض زي ما انت عايزة، وهعمله مكعبات صغيرة وادخله الميكروويف عشان اطلعه مقرمش كده وجميل. هعمله كله وادخله الميكروويف مكعبات كده علشان ينشف شوية. هنفضي بقى بسم الله الرحمن الرحيم الجبنة بتاعتنا كلها. سلطة الجبنة بالجرجير خطيرة جدا جدا، لما تعملوها وتدقوها هتعرفوا ان هي قد ايه جميلة جدا، تحفة كده. الولاد لا هيحسوا بالجرجير ولا هيشوفوه في سندوتشات كبير. انا واحدة من الناس، بنتي بتقول لي ما تحطليش جرجير في سندوتشات عشان بيعمل صوت وانا باكل قدام اصحابي. والله العظيم الجرجير ده يعني انت لو اكلتي كل يوم الصبح وبالليل جرجير ما عندكيش فكرة بيأثر على الشعر ازاي وعلى البشرة. حاجة كده جميلة جدا وحاجة ما خدتش مننا دقايق. جربوا الطريقه دي في كل الاوراق الخضراء اللي عندكم بما فيهم البصل الاخضر والكرات الاخضر. حاجه حلوه جدا الفتره دي، ان شاء الله هنعمل حاجات بسيطه وهنعمل حاجات كتيره صحيه بالورق الاخضر. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، وبفكركم تاني بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس ولايك وشير للفيديو. بالف هنا وشفا، سلام عليكم.